ومعنا الآن مشاهدينا الدكتور أنس الراوي، أخصائي طب العيون، للحديث أكثر عن ضعف البصر عند الأطفال والحول أيضا وأعراض ضعف البصر عند الأطفال الصغار بالعمر. يسعد صباحك دكتور أهلا أنس، وسهلا، شلونك؟ صباح الخير عليك، نورتنا. أهلا بكم، شكرا. دكتور أنس، بداية شلون يتم تشخيص ضعف النظر عند الأطفال؟ شلون ممكن نلاحظ هذا الشيء احنا كأهل؟ نعم، يعني ضعف النظر بالأطفال إلى أسباب كثيرة، وهي طبعا كلها مهمة، لأنه هذا البصر خلال أول 10 سنوات من العمر لازم يكون جيد وممتاز، مو بس جيد، حتى الطفل من يكبر يكمل حياته بنظر قوي. أغلب الأحيان الأطفال ما يعرفون هذا النظر زين أو مو زين، أو هذا بضعف، بس أكو علامات إلها. علامات ممكن تكون بعد الولادة، ممكن يبين الأهل يلاحظون أكو مشكلة بالعين، استقامة العين، أكو حول، أكو مناطق بيضة بالعين، أو الطفل ما يركز على الأم. هاي أكثر الأشياء اللي ممكن تلاحظها. بس دكتور، هي مو في البداية أول ما ينولد الطفل يعني أوريدي تكون عيونه مو ثابتة، يعني تكون يعني خلال أول 6 شهور من العمر تكون الوضعية خلينا نقول مو مستقرة 100%. إحنا ما ناخذ كثير بالأشياء اللي تظهر خلال أول 6 شهور، حتى إذا كان أكو حول متقطع أو هزة بالعين، هذه مو مهمة. بس بعد 6 شهور المفروض تبلش الأمور تتطور وتثبت. فمثلا واحدة من الأشياء اللي تحكيها مثلا الأم، أنه تقول الطفل ما يباوع علي، ما ينتبه علي، يأشروا له أو يلعبون وياه مثلا ما منتبه، أو يصفون، أو خلي عيونه طالعة فوق. هذا خلال خلينا نقول الأطفال الحديثي الولادة. طبعا ينفحص الطفل وتبين اذا كانت هنالك مشكله ولازم تتعالج بهاي الفتره. النوع الثاني اللي هم مثلا الاطفال والمدرسه، انه المدرسه هم ينبهون الاهل انه ترى ابنكم او بنتكم ما دا تشوف، دا تشكي، او علاماتها او يعني درجاتها بالمدرسه مو زين، مستواها الدراسي ضعيف، فيطلع مشكله ضعف النظر واحده من هاي الاشياء. احنا عادة ننصح الاهل انه يفحصون الطفل قبل سن المدرسة، قبل ما يفوت المدرسة. نعم. حتى يتاكدون انه كل شيء تمام. نعم، زين دكتور، شنو هي مسببات ضعف النظر عند الاطفال؟ يعني الاسباب اللي خلينا نقول الوراثية او الولادية، يكون يعني خلقية مخلوق بها الطفل، أن تكون عنده مشاكل مثل مي ابيض او ضغط عين او مشاكل بالقرنية او بالشبكية. هذه المشاكل صعبة طبعا لانها مولود بها الطفل، مخلوق بها، فراح تاثر اكيد على النظر. الانواع الثانيه من ضعف النظر اللي هي تحتاج الى مناظر، مثل القصور، البعد، والاستجماتيزم، اغلبها وراثي، اغلبها يجي من الوراثه، وايضا يعني الكشف عنها وعلاجها بفتره مبكره، بس مجرد انه نلبس الطفل مناظر ممكن يتقوى البصر شويه شويه بيها، وحسب طبعا حسب الدرجه. اكيد هي درجات يعني ضعف النظر. نعم. تعتبر نعم. عند الاطفال اكيد طبعا يعتمد ضعف النظر على درجه الضعف والسن اللي يظهر به. أكيد واحد من عنده مثلا قصر نظر درجة وعمره 6 سنوات مو مثل واحد عنده قصر نظر 10 درجات. طيب دكتور، بناء على حديثك، هل اكتشاف المشكلة بوقت مبكر ممكن يساهم بالاستفادة من العلاج أكثر طبعًا، أو لا هي النتيجة واحدة بالأخير؟ لا أكيد النتيجة مو واحدة. احنا عندنا قلت لك هي المشكلتين، أنه تكون ممكن بس محتاج مناظر. هاي الفترة اللي قبل عمر 10 سنوات الطفل يتعلم بيها شلون يشوف، يعني هم النظر هو واحدة من الأشياء اللي يتعلمها الطفل، لأنه هي العين مجرد مستقبل، الدماغ هو اللي بحدة البصر يتبلش يتطور، تتطور مراكز الأبصار اللي موجودة بالدماغ. فإذا كان أول 10 سنوات من العمر أكو مشكلة بالعين، بوحدة من العين أو بالعينتين، راح تأثر على تطور النظر عند هذا الطفل. حتى لو اكتشفناها بعد 10 سنوات وكانت أكو مشكلة وأثرت، ما راح نقدر نعالجها بعد 10 سنين. هذا نسميه كسل بصري، انه العين ما بيها شيء، تحتاج بس مناظر، بس نلبس المناظر وما يشوف زين. هذه لانه قبل 10 سنين ما لبس مناظر، ما تطور النظر عنده، فبالنتيجه اثرت على باقي حياته، وراح يبقى طول العمر ماكو علاج بصراحه لهذا الشيء. وخليها من يعني نتطرق او نتحدث عن مشكله اخرى اللي هي الحول عند الاطفال، عند اغلب الاطفال نلاحظ هالشيء. صحيح، هي اغلب المشاكل ضعف نظر وحول، يعني والموضوع انه متعلقين ببعض كثير. يعني ممكن الحول يسوي ضعف نظر، ممكن ضعف النظر يسوي حول. تمام؟ فالحول يعني يمكن شيء مربوط ببعضه؟ اي الحول وضعف أكو النظر؟ اكو احيان نعم طبعا، لانه العين من تكون مو مستقيمه، الحول يعني اكو واحده من العيون او العينتين مو مستقيمين، ما يشوفون بالاتجاه المستقيم. فالعين لما تشوف بالاتجاه المستقيم راح يكون ما تستلم صوره صحيحه، فالدماغ يحاول يهمل الصوره اللي جايه منها
وتصير بها هذا الكسل. واكو احيان من انواع الحول اللي هي يكون سببها ضعف النظر نفسه. احنا عاده مريض الحول من نفحصه نشوف انه اكو حول، الاهل طبعا هم ينتبهون لانه موضوع الحول اسهل اكتشافه بالنسبه للاهل من ضعف النظر، ينتبهون على استقامه العين. فاحنا نفحص العين، نفحص النظر، من يكون اكو مشكله بالنظر نلبس الطفل المناظر خصوصا بحالات بعد النظر. هذا يكون حول تكيفي ويستجيب للمناظر. ايضا يعتبر وراثي المناظر. الحول نعم ايضا به حالات وراثيه كثيره، هو الحول يكون به وراثه. فمن نلبس الطفل المناظر نفحصه بعد فتره ونشوف اذا استقامت العين 100% على المناظر يكون العلاج بس المناظر. طيب دكتور، بالنسبه لعمليات تصحيح النظر سواء الليزك او غيرها او حتى العمليات اللي ممكن تعدلون بها استقامه العين بالنسبه للحول، هذه من اي عمر ممكن احنا نسويها لاطفالنا؟ تمام. العمر المسموح. تمام. عمليات تصحيح النظر بالليزر هي الهدف منها تصحيح النظر. بس قلنا اذا اكو نوع من الحول بيتعالج بالمناظر، بديل المناظر هو الليزر او الليزك. بس فتره نمو او تطور العين نفسها وانه الدرجات بها تثبت يستمر لحد عمر 18 سنه. فاحنا قبل 18 سنه ما يصير نسوي العمليه هذه، لانه اذا سويناها راح تطلع درجات بعدين مخفيه بعدها ما طلعت. فاحنا سن المفروض الليزر ل 18. بس نبلش بالعلاجات قبلها، النظاره ممكن قطرات. احنا المناظر هي بديله يعني هي الحل الاساسي، خلينا نقول الليزر هو البديل. بالنسبه للعمليات الجراحيه للحول اللي هي مو تصحيح نظر، هي تصحيح حول نسميها، هذه ينصح بها من الطفل يكون بالعكس، كل ما كان الطفل صغير وكل ما كان ممكن. احسن. عمليات الحول يعني ممكن بعمر سنة صغير، وسنتين وثلاثه حسب نوع الحول وحسب زاويه الحول، لانه هذه العين اذا ما حطيناها على الطريق يعني تشوف بالمستقيم راح يصير بها ضعف، كسل بصري عميق، وهذا ما يتعالج بعدين حتى لو عالجنا الحول، راح يكون علاج الحول بعدين مجرد شكل. بينما من هو طفل صغير راح يكون العلاج هو وظيفي، يعني حتى نحافظ على وظيفة العين. هذه معلومة كلش مهمة، يعني انه الحول ممكن يتعالج حتى ولو بعمر السنة، انه لازم الاهل ما ينتظرون يقول لك خلي يكبر وبعدين، لانه ممكن الطفل يعاني من ضعف نظر يعني صعب علاجه. الاهل يتخوفون يقول هذا طفل صغير. صحيح، يأجلوها بالعادة. التخدير يعني تخدير عام تتسوى. بس لا بالعكس، الدراسات كلها تثبت انه من الاكتشاف المبكر للحول والتشخيص الصح والعلاج العملي هو اللي نتائجه بعدين احسن. احسن من اخر الى يعني فتره ان يكبر، يتوقعون اذا كبر يكون يقدر يعني خلينا نقول جسمه اقوى على التخدير. صحيح. يعني هذه المفاهيم العامه اللي خوف الاهل الناس. هو مو اكثر يعني هم يأجلون. صحيح. بالمشكله. بالضبط. بس يعني الـ 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 الاهل من حقهم ان يخافون اكيد على ابنهم او بنتهم، بس ان الواحد لازم يتنور وانه يعرف الوقت المناسب. صحيح. زين، شنو يعني شو ممكن احنا نتجنب هاي المشاكل وما نوصل لهذا الحد وما نوصل للعمليات والليزك والليزر وهاي الامور كلها؟ يعني احنا لازم نقدم نصيحه سهله للاهالي حتى يتجنبون هاي المشاكل اللي تحدث عند اطفالهم. يعني كضعف نظر احنا يعني عادة الأطفال أهلهم يلاحظون هذا الشيء، من يكون أكو مشكلة بالعائلة، مثلا عندهم 4 أطفال أو 3 أطفال، واحد من هذول الأطفال عندهم مشكلة بالنظر، فإحنا نتوقع أنه الأطفال اللي جايين ممكن يكون عندهم هذا الشيء، لأنه إحنا قلنا أكو جانب وراثي بالموضوع. نعم. فأتوقع أني مثلا الأب أو الأم يتوقع أنه راح تصير مشكلة بالطفل، فأخذ أفحصه، فحص بسيط جدا يعني. نعم. يبين بالفحص. هذه الأشياء اللي ممكن ننبهها. الشغلة الثانية أنه المناظر، مثلا طفل دا يلبس مناظر، أتوقع أيضا أنه يمكن أخوه راح يلبس مناظر، أنه هي وراثة. طفل عنده حول، أتوقع أخوه عنده حول، أو حتى إذا من أقارب القريبين من الدرجة الأولى مثلا أو من الدرجة الثانية. نعم. فهذه الأشياء ممكن تنطي الأهل فد علامة على أنه ممكن الطفل ممكن عنده هاي المشكلة. اذا دكتور لازم احنا يعني نحاول نتجنب هاي الاشياء. نعم. ونقرا اكثر ونهتم اكثر باطفالنا وننطي للموضوع اهميه اكبر، لانه موضوع مو سهل ابدا. صحيح. راح يرافقهم مشكله تكبر وياهم. صحيح. فاحنا كلش نشكرك على هاي المعلومات المفيده اللي قدمتها. الله يسلمك. شكرا. شكرا لك دكتور. شكرا على تواجدك ويانا وعلى المعلومات القيمه والمهمه اللي انطيتها لنا. شكرا.